اهلا وسهلا بحضراتكم اصدقائي المشاهدين، عوده من جديد وشوط المباراه الثاني، لقاء بيجمع نادي الوحده في اول مبارياته امام فريق نادي ديبا، ايضا في اول مبارياته في دوري الخليج العربي. المباراه اللي تركنا حضراتكم في شوطها الاول بهدفين مقابل لا شيء بالنسبه لنادي الوحده. تقدم الوحده عن طريق سيبستيان تيجالي، والوحده هيجري تبديل محمد الشحي وهيخرج محمد العكبري. هيشارك محمد الشحي نجم الكبير مع فريق نادي الوحده، مشاركه الشحي وخروج اللاعب محمد العكبري لاعب رقم 42 يخرج، وسبعه يشارك محمد الشحي. ادي حارس المرمى الحارس محمد الشمسي، جول كيبر الشمسي فهد محمد كمان الحارس من ابناء نادي الوحده، معار لنادي ديبا مع مجموعه الشباب الصغيرين ممتازين لنادي الوحدة، الحقيقة شغال عليهم في مركز حراسة المرمى. الوحدة عنده مدرسة ممتازة وعنده مجموعة من المدربين ممتازين في المراحل السنية في الـ في الـ في التجهيز، حراس مرمى ده واحد منهم طبعا، كلهم بيشتغلوا، وطبعا مدربهم مدرب مميز الحقيقة في نادي الوحدة عمار معاز نجم نادي الزمالك ولاعب سابق مع نادي الزمالك على مستوى كبير في التدريب هنا في مجموعة اللعيبة اللي بيشتغل في نادي الوحدة. في على فكره بالمناسبه مجموعه اخرى صغار، مجموعه ممتازه، محمد ابو سنده مع نادي العين 95 مواليد 95، احمد شامبي، جمال اسماعيل، عادل ابو بكر، اولاد ممتازين على فكره، هيكون ان شاء الله يعني نواه لكره الامارات ولعرين منتخبات الامارات في كره القدم، ان شاء الله يستمتع بيهم المشاهد والمتابع للدوري الاماراتي وايضا للمنتخب الاماراتي. محمد العكبري يخرج ويشارك محمد الشحي، بديل اول بالنسبه لنادي الوحده اللي عنده افضليه في كل شيء في شوط المباراه الاول وخصوصا على مستوى التهديف عن طريق سيبستيان تيجالي. لما المكسب الكبير في الشوط الاول، تحرك بدون كوره بالنسبه لمجموعه اللعيبه النادي الوحده. الشوط الثاني فريق نادي ديبا هياخد يسار الشاشه وفريق الوحده يبدا على يمين الشاشه. انطلاق على طول تاني بالنسبه لديبا، الكرات العرضيه وما ربطوش مع بعض كويس. اللاعب ريم شان جريم يطلع على طول، ريم ادي ريم يطلع الكره على طول تاني، واو ريم شانج واو ريم الكرات العرضيه، لكن شوف الاعتذار هنا على طول، اخلاق جميله. ودي محمد الشمسي الجول كيبر، ركله ركنيه، ركله ركنيه لصالح نادي ديبا، ركله ركنيه لديبا، هذه الركلات الركنيه من الجانب الايمن لصالح نادي ديبا. سياو النجم الكبير، فين الايام الجميله بتاعت سياو؟ والاصابه طبعا اثرت عليه كتير، واحد من العباقره اللي ارتدوا قميص نادي الشباب في السابق. طبعا تمشي على طول الكره الثانيه من الجبهه اليمنى، رمي التماس، تماس الدقيقه الاولى مع انطلاق شوط المباراه الثاني، ونادي ديبا يبدا باستراتيجيه ما بداش بيها في الشوط الاول. الشوط الاول قعدنا ربع ساعه ما شفناهوش في نص ملعب نادي الوحده، يلعب على طول الكره الثانيه في الجانب الايمن ومعاه الكره حكم اللقاء احمد سالم خلفان، ورمي التماس، وادي سياو ادريس فتوحي سياو، وشوف الاسماء اللي موجوده، حميد دلماس ونصر عبد الهادي وديالو، ياسين بخيت، ياسر سالم، سعيد محمد، عبد الله ناصر، عادل سالم، وفهد محمد الجول كيبر الصغير ان شاء الله يكون عنده مستقبل كبير الضنحاني. اسماء كبيره موجوده مع فريق نادي ديبا، لكن المردود انطلاقه على طول تاني، ديبا هيبتدي يهاجم الوحده وهيفتح مساحات خطيره جدا. الثالث العرضيه، ولد مع الناس علامي، اوه هاتريك تيجالي، لا 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 تيجالي ابو جوستافو، ابو جوستافو عنده ولدين، ولد منهم اسمه جوستافو وده مدريدي عاشق لريال مدريد، عاشق لريال مدريد، هو والده، لكن شوف العنابي وشوف الفرصه، يضغط فريق نادي ديبا فيدفع الثمن. عشان باولو كميل يقول لي انت الشوط الاول انتقدتني ان انا بلعب للخلف امام قوه نادي الوحده، يدفع ديبا الثمن غالي لما يدي مساحات، يبقى العقلانيه وعدم فتح، لا بص شوف مساحه، بص شوف البساطه، هلا ولاعب
الكرة هنا مع اللاعب جون جاك. لو لعب لجون جاك كنا حنرفع القبعة، لكن سيبستانتي قال عاوز يبقى هاتريك، عاوز يبقى هاتريك، يلعب الكرة ويبقى هاتريك. 3-0 للوحدة. بص شوف نادي الوحدة بيعمل ايه. هل ممكن المعلقين السنة دي يقول مين يقدر على الوحدة؟ هل الوحدة السنة دي ممكن يبقى منافس قوي على صدارة وشراسة بالنسبة للبطولة، البطولة الكبيرة اللي نادي العين هيكون فيها قوي، والجزيرة هيكون فيها قوي، والشباب أهلي دبي هيبحث عن اللقب، ونادي الشارقة يرجع ذكريات السنوات الجميلة، النصر والوصل وما شابه من الأندية الكبيرة اللي تحلم دائما باللقب، وليس للقب بديل، وليس دون اللقب بديل. تمشي على طول الكرة تاني. 3 لنادي الوحدة. روعة الوحدة، روعة نادي الوحدة. في ناس عتبات، الشحي وشه حلو قوي على الفرقة، محمد الشحي وشه حلو قوي، في ناس عتبات وناس وشها حلو على ناس. الشحي ينزل والوحدة يسجل على طول مع أول 3 دقائق من بداية الشوط الثاني. يبقى نادي دبا في واقعية، والمدرب باولو كاميلي سبحان الله كان قلبه حاسس لو فتح اللعب أمام الوحدة ممكن يدفع الثمن غالي، ممكن يدفع الثمن غالي. عبد الباسط، عبد الباسط يلا هاصت يا عم، هاصت يا عبد الباسط، هاصت يا عبد الباسط مع أول 3 دقائق والهدف الثالث والثلاثة. الأول هاتريك في البطولة، أول هاتريك في دوري الخليج العربي للنجم الكبير جدا سيبستيان تيجالي. مكسب كبير جدا، وعنده على فكرة حب من طرفين، جمهور من 3 أطراف والله، والله 4 أطراف، اللعيبة بتحبه والإدارة بتحبه والجمهور بيحبه، وهو عاشق بالنسبة لنادي الوحدة. ويا سلام لما يكون الحب من طرفين مش من طرف واحد، يكون الحب من طرفين متبادل ما بين الجماهير وما بين اللاعب سيبستيان تيجالي. تمشي على طول الكرة في الجبل يوصل تاني. 4 دقائق لعب أصدقائي المشاهدين، والوحدة 3، الوحدة يضرب بالثلاثة، الوحدة يضرب بالثلاثة. النهارده في كلاسيكو جميل جدا، في مباراة جميلة إن شاء الله ما ننساهاش، الساعة 8 هتكون موجودة. أمس أيضا الميدا النجم الكبير عمل هاتريك، النجم الكبير الميدا، الميدا هاتريك، والنهارده سيبستيان تيجالي أول هاتريك في اليوم الثاني. والالميدا كان أول هاتريك في اللقاء أمس في مباراة الأولى، اليوم الأول واليوم الثاني. والتصويبة الجميلة ممتازة. الشمسي يا ولد الشمسي، يا ولد الشمسي، أدي محمد الشمسي الحارس، محمد الشمسي. شوف الكرة، شوف الكنترول، وحارس مرمى نادي الوحدة على طول تطلع الكرة بالبوكس ممتاز، يطلع الكرة بالبوكس ممتاز. شوف الرشاقة وشوف الأناقة وشوف الشياكة، وأدي على طول الشمس، الشمسي وأبو سندة وفهد وشامبي وجمال إسماعيل وعادل أبو بكر، أكيد حد من دول هيحمل لواء الكرة الإماراتية في السنوات الجاية. تمشي على طول الكرة تاني طويلة أمامية، ربنا يدي الصحة لعادل خصيف والماجد ناصر والكل الحراس الكبار، الكباتن بتوعهم طبعا، الكباتن بتوعهم طبعا، ولازم الحراس دول كلهم يبقى عندهم نماذج ممتازه. وما اجمل النموذج لما يكون النموذج علي خصيف باخلاقه الجميله طبعا. شوف علي خصيف وعبد السلام جمعه وعبد الرحيم جمعه وفادي خميس ومحسن مصبح، شوف شوف الاسماء الجميله اخلاقياتها مع فنياتها الجميله. عبد السلام وعبد الرحيم مكلللي وكونسي ساو بتاع الكره الاماراتيه، الغزلان الصمت، الغزلان الصمت. تمشي كره ثانيه على طول، 6 دقائق لعب، 6 دقائق لعب. تمشي كره ثانيه على طول اماميه، كره العرضيه خطيره جدا الشمسي، الشمسي لكن تمشي الكره ركله مرمى، تمشي الكره لركله مرمى. كان عنده مشكله بس السنه اللي فاتت كنت بعيب عليه انه بيطلع من المرمى كتير قوي لفوق، بيطلع من المرمى كتير قوي لفوق، وقلت له عقابك الوحيد هيكون مخيتي دوب يا شمسي، لكن مخيتي دوب لم يعاقب الشمسي في مباراته اللي لعب قصاد، لان مخيتي دوب من اللعيبه اللي بتعرف تلعب اللونج باص الجميل وبتعرف تلعب الكوره فوق الحراس المتقدمين للامام. انطلاق اسماعيل يا سلام بالمقاس سيبستيان تيجالي، لكن الكوره في الاخير الى ركله ركنيه. عنده فرصه كويسه جدا سيبستيان تيجالي يكون سوبر هاتريك في هذا المساء، ولما لا؟ ولما لا؟ تمشي على طول الكره الثانيه اماميه وفي الاخير ركله ركنيه. نادي دبا عنده أفراد يا جماعة، عنده أفراد لكن لم يوصفوا لحد الآن. فريق نادي دبا عنده أفراد لكن لم يوصف لحد الآن. عشان كده الاستراتيجية والنهج والأداء والانتشار بتاع نادي عجمان أمس المفروض نرفع له القبعة. ليه؟ لأن تلعب أمام تيم كبير، أمام حامل اللقب، أمام نادي الجزيرة. تمشي على طول الكرة تاني رأسية ممتازة، وفي الأخير الكرة إلى ركلة مرمى. في الاخير الكوره الى ركله مرمى. يبقى الشوط الثاني في درس مهم جدا، ان نادي دبا كان واضح انه ما يقدرش يبدا المباراه فاتح اللعب امام فريق نادي الوحده، واول ما فتح اللعب في اول 3-4 دقائق عوقب عقاب شديد من جانب مراد باتنا وسيبستيان تيجالي. ما بيغلطش ده، ده ما يغلطش، ما بيجليش، ما بتروحش منه، لكن يحط الكوره جميله جميله جميله.
كان صرح وقال مبسوط جدا على فكرة مع نادي الوحدة، مبسوط جدا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلد الأمن والأمان، وإن شاء الله لأبد الأبدين إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة بإذن الله دولة الإمارات في أمن وأمان إن شاء الله. العام إن شاء الله العام الجميل، عام زايد، كل سنة الحياة مبادرات جميلة وأجواء جميلة وأسماء جميلة وتزيين الأسماء وقيمة الأسماء وروعة الأسماء. أسم الذهب طبعا زايد هيكون معانا إن شاء الله في هذا العام وفي هذا العام الجميل. انطلاقة حلوة ممتازة، ممتازة، تصويبة لكن عالية بعيدة، ركلة مرمى، تسديدة لكن عالية بعيدة، ركلة مرمى. هذه التصويبة وهذه القوة على طول، تاني ديالو، شوف الباصة من ديالو، لم الكرة لم حلوة قوي قوي، ديالو كان لازم يلعب عرضية هنا لكن قلشت منه، قلشت منه. أدي الوحش ديالو ما شاء الله عليه، عملاق عملاق ديالو، يعني ما عندوش رقبة خالص ما شاء الله، ما فيش رقبة، كتف في راس، كتف في راس، في ناس كده ما عندهاش رقبة، عمالقة في الكورة، قوة جسمانية كبيرة. إسماعيل مطر فنان يا ولد، يلعبها لك بالمال. إسماعيل مطر، إسماعيل مطر مبسوط قوي النهاردة. إسماعيل بدأ التشكيلة الحقيقة، انطلاقة على طول تاني، مراد باتنا، مراد باتنا، مراد باتنا، مكسب للوحدة، عرضية خطيرة قبل ما تخرج، خطيرة للتورجاك، خطيرة للتورجاك، لكن تعدي منه، تروح الكرة إسماعيل مطر، إسماعيل مطر، إسماعيل مطر، العرضية نجم السباع، لكن يطلع المدافع ممتاز، عم ماتش حلو قوي، سعيد محمد برغم الأهداف الثلاثة اللي دخلوا مرمى فريق نادي دبا، يمشي على طول تاني مراد باتنا، سبحان الله مش هيبذل مجهود كبير مراد باتنا زي ما كان في فريقه السابق، لأنه بيلعب مع طبعا مع فرقة تقدر تخدم عليه كويس، مع فرقة تقدر تحضر معاه كويس. إسماعيل مطر يلا جرب، إسماعيل مطر تمشي لمراد باتنا، مراد باتنا شوف لازم يتمرن على رجله اليمين، خلي بالك لازم يتمرن على رجله اليمين، هتكون إضافة كويسة يا جماعة، لأنه هو لعيب أشول، لعيب أشول الحقيقة، لاعب أشول جميل، لعيب الأشول هو اللي بيحرك مشاعر الدنيا، خلي بالك الأشول يحرك مشاعر الدنيا كلها القدم اليسرى، لكن برضه لو اشتغل على نفسه بالقدم اليمنى هيكون هايل، هيكون هايل. عموما في فاول وخطأ وركلة حرة مباشرة على سياو، إصابة أثرت فيه كتير جدا طبعا، ولد مكسب كبير جدا لأي حتة يلعب فيها، منضبط ملتزم. أدي على طول الكرة تاني مراد باتنا، والمخرج عاوز هنا يبين هل تخطط بكامل محيطها ولا لا، ما نقدرش نحكم عليها. وادي تشوتشاك لعيب متحرك جدا جدا جدا، نادي الوحده النهارده يدي درس شديد اللهجه في التحرك بدون كوره يا جماعه، والكره الثانيه اللي بيعرف يخطفها بسرعه لما فريق نادي دبا بيقطع الكوره. سيبستيان تيجالي هاتريك، والميدا هاتريك، والانطلاق على طول في اليسار، كرات العرض الخطيره جدا ممتازه، لو عدت هنا، لو مرت تمشي على طول ثاني، خطير جدا، خطير جدا جدا الولد، لكن ركله مرمى مراد باتنا، مراد باتنا اكتشفت انا الموسم الماضي شفته عنده قدرات وعنده سرعات وعنده عضله خيل، عنده عضله حصان مش عضله بني ادم. شوف الانطلاقه الجميله هنا على طول من الجبهه اليسرى، وعاوز يحطها في المقص اليمين لمحمد او للحارس فادي محمد الضنحاني، بيلعب طبعا في ملعبه، وفادي محمد متعود على هذا الملعب، واحد من ابناء هذا النادي مع طبعا الحارس محمد الشمسي. تمشي على طول الكره ثاني طويله اماميه، أمامية، محاولة تانية لكن على طول رمي التماس، رمي التماس من الجبهة اليسرى. أدي سياو، ياخد سياو، مدافع الأيسر على طول أحمد راشد، يلعب إلى ريم، مدافعين بتوع نادي الوحدة ما عملوش ولا مس باص، ولا خطأ اتعمل النهاردة، ولا خطأ اتعمل مدافعين، باستثناء الإنذار اللي حصل عليه سالم سلطان، وقلت لحضراتكم هنرفع له القبعة في نهاية الماتش، إنه ممكن يحافظ على عدم حصوله على انذار تاني ويطرد مثلا، خد انذار في اربع دقائق الاولى، شاحي على طول عاوز يلعب مع اسماعيل مطر، اثنين رابطين مع بعض. ادي اسماعيل مطر روعه طبعا، قدوه كبيره جدا اسماعيل مطر، قدوه كبيره جدا وقيمه كبيره جدا، ويستاهل القميص رقم 10، وعنده طبعا اسمه وعنده عضويه في مملكه اللعيبه الموهوبين الكبار في دوله الامارات وفي منطقه الخليج وفي الوطن العربي بشكل كامل. اسماعيل مطر تمشي على طول الكره الثانيه طويله اماميه، انطلاقه للوحده خطير جدا، يطلع على طول فهد خطير، مرمى فاضي، المرمى خالي، تشوت شاك لكن عدت منه، عدت منه، عاوز يجيبها يا ولد لعيبه سلام. بص ياو، بص ياو، سياو سياو خطف الكره ازاي، نكش الكره ازاي، ممتازه سياو، انطلق لكن في قله عدديه دايما، المسانده تاتي عن طريق ديالو، ديالو العملاق يرد على طول ثاني لكن ملي يرجع. سلام عليك اسماعيل مطر، يا سلام عليك اسماعيل مطر، عاوز يقول للمدرب لازم تحطني في بدايه التشكيله، اللي قطع الكره اسماعيل مطر، اللي قطع الكوره اسماعيل مطر، هي كانت شويه وزن زايد وخلاص، الحدوته كانت بسيطه، الموضوع السنه اللي فاتت كان شويه وزن زايد شويه وشويه لياقه بدنيه، وشكلهم السنه دي جم ان شاء الله. على طول عرضيه تاني خطيره لكن يطلع تاني الدفاع وتمشي الى رمي التماس،
شوف مراد بدنا طبعا مع نادي الوحده يلعب بدون ضغوط زي المره اللي فاتت. شوف هنا اللاعب سيبستان تيجالي، فهد محمد كان لازم يكون تقديرك افضل من كده يا ولد، كان لازم يكون تقديرك على الكوره افضل من كده، لان خلاص تيجالي كان هيخرجه بره اللعب تمام. وكويس ان هي في مكان زي كده، كويس ان هي مش في عمق الملعب على فريق نادي دبا. كان حارس المرمى دفع الثمن غالي طبعا فهد محمد، عشان كده التقدير من الخروج من المرمى مهم جدا. يا سلام على القراءه ممتازه، يقطع على طول ثاني فريق نادي الوحده. لو الوحده فضل على المستوى ده يلعب الكره على طول ثاني اسماعيل، اسماعيل مطر يلعب الكره ابو السباع، يمشي لتشوتشاك، يلعب مراد باتنا جينا في الشمال، خطيره على الطرف الاوفسايد ممتازه، لكن تسلل 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 اوف سايد وركله حره غير مباشره للمساعد الثاني ده حسن احمد الحمادي. ممتازه ابو علي، هايل ابو علي، حاله 100 100، حاله 100 100 لابو علي، ممتازه حسن. هذا على طول حسن احمد الحمادي المساعد الثاني، الحكم الرابع وخالد ناجم، بينما مقيم الحكام واحد من الاسماء الكبيره اللي كانت دوله الامارات عرفتها في المستطيل الاخضر هو علي مخلوف. علي مخلوف هو مقيم الحكام لهذا المساء، واحد من الحكام الكبار اللي كانوا تواجدوا في الكره الاماراتيه. تمشي كره ثانيه على طول الى تشوتشاك، مره اخرى ثاني اسماعيل مطر، معلم كبير يا جماعه، عمده، وتحس ان هو يعني نظر مدرسه، نظر مدرسه ايه يعني، ده استاذ ورئيس قسم كمان، استاذ ورئيس قسم يا سمعه. اسماعيل مطر يلعب الكره الطويله الاماميه على طول ثاني، وجه القدم بص حطها له ازاي، حطها له في الحته المظبوطه، شح على طول والعرضيه ممتازه، لكن الكره في الاخير الى ركله ركنية. لا مؤشر جميل ان شاء الله لنادي الوحده، مؤشر جميل ان الوحده يدينا تيم محترم، تيم جميل، تيم ينافس على البطوله، وتيم يمتعنا كره قدم جميله. احنا كمشاهدين، كمعلقين، كاعلاميين، كرياضيين، في المقام الاول الفريق البطل نقول له مبروك، ما يفرقش معانا، لكن يفرق معانا الاستمتاع بكره قدم جميله. عموما الان فريق نادي دبا عن طريق باولو كاميلا هيجري تبديل اول، هيشارك احمد محمد اللاعب رقم 9، وهيخرج حميد ربيع اعتقد. تبديل اول بالنسبه لصالح، خروج حميد ربيع لاعب رقم 7 يخرج الان، حميد الماس يخرج ويشارك اللاعب رقم 9 احمد محمد. اذا مشاركه احمد محمد والكره العرضيه خطيره لكن سهله لحارس المرمى فهد محمد. احمد محمد وفهد محمد يلعب على طول لفهد، فهد نادي دبا كان عاوز يحتاج الى تنظيم في نص الملعب، يحتاج الى يعني خطوط التقارب الديناميكيه والحركيه والسرعات، شغل فردي. نادي دبا بعد 60 دقيقه لعب مفيش شكل في الاداء، دي المشكله الكبيره اللي بتواجهنا النهارده، ان مفيش ستايل لعب في الاداء يا باولو وكميلي، مفيش ستايل لعب في الاداء. وخلي بالك الشكل بعد ساعه يقلق شويه باولو كميلي على مستقبل التيم، يقلق شويه باولو كميلي على مستقبل التيم. بدا بشكل في الشوط الاول في اول ربع ساعه، وفي الربع ساعه الاول من عمر الشوط الثاني حب يهاجم فريق نادي الوحده فدفع الثمن غالي، لانه ترك مساحات، وترك المساحات للسداسي الخطير الامامي للوحده. الحوار والحديث عن الغفري وعن الشحي وعن اسماعيل مطر ومراد باتنا وتيجالي الخطير المعاقب اللي بيعاقب اي حد يديله مساحه وزمن، عنصرين بيدور عليهم دايما تيجالي، عنصر المساحه في الملعب وعنصر الوقت مهم جدا لو اكتسبهم اللاعب سيبستيان تيجالي. تمشي على طول الكره الثانيه رمي التماس، 3-0 لنادي الوحده، نتيجه ثقيله، نتيجه ثقيله جدا امام اسماء موجوده مع نادي دبا. دبا معاه اسماء كويسه، معاه عناصر كويسه، ما زلت اقول وتوظيفهم يحتاج الى شويه وقت، شويه هيكون في اضافه كويسه باذن الله. تمشي على طول الكره الثانيه لفريق نادي دبا في نص ملعب، ادريس فتوحي، شوف ادريس فتوحي، شوف اللاعب ناصر عبد الهادي، سياو ديال، ياسين بخيت، ياسر سالم، سعيد محمد، عبد الله ناصر، عادل سالم، كله 100 100، لكن عمليه حاله التيم كلها بقى فين؟ ديالو، استلام من ديالو، محطه ممتازه ديالو، لكن على طول ريم، يلعب ريم، مساحات بالنسبه لصالح الوحده خطيره، يمشي على الطريق سيبستيان تيجالي، اي مدرب يتمناه، خطيره العرضيه مراد باتنا يا ولد يا ولد، لكن هايل ابو حميد، ممتاز فهد محمد. اسماعيل مطر يلعب، اسماعيل مطر شوف العرضيه عامله ازاي من سيبستيان تيجالي، ومراد باتنا قليل لما تشوفه يلعب بالدماغ، يمشي كره ثانيه تصويبه، حارس يا ولد،
يا ولد ممتازة ممتازة يا ابني من أبناء نادي الوحدة الآن. طيارة فراشة طيارة فراشة طيارة فراشة، قول عنه ما تقول. برغم ثلاث أهداف في مرمى خطيرة جدا، لكن يطلع دفاع يطلع دفاع وتمشي كرة تانية عن طريق أحمد راشد المدافع الأيسر الأسمراني. الستايل بتاعه شبه العكبري، لكن خرج العكبري ونزل الشحي، وفي تحضير لتبديل اخر لاعب رقم 19 بيشارك الان وبيتحضر خالد ابراهيم، لاعب بيحضره الان فريق نادي الوحده. يمشي على طول الكره مراد بتنا من اليمين والشمال، الوحده يتالق يبدع يلعب العرضيه، لكن الكره في الاخير بعيده عن توت جاك لاعب الفري بلاير واللاعب اللي بمزاجه يلعب في اي مكان هنا في استاد النهيان. شوف ريم اللي عامل الباص، ريم اللي عامل الباص، شانج ريم اللي عامل الباص. بص العرضيه عامله ازاي، يا سلام عليك يا تجالي، يا ولد يا ولد حدفها له بايده، حادفها له بايده. وسعيد محمد لازم يكون تمركزه احسن من كده، وادي التصويبه وادي حارس المرمى الجميل، حارس المرمى الجميل فهد محمد. خلي بالك حارس المرمى لما يكون معاه مدرب حراس مرمى كويس يفرق معاه، هتاخد من مين؟ عامل زي التلميذ اللي في المدرسه، لابد ياخد من المدرس اللي عنده كفاءات وقدرات وخبرات. هكذا الحال بالنسبه لحراس المرمى. يشارك خالد ابراهيم نجم الكبير الان في صفوف فريق نادي الوحده في هذا المساء. كرات على طول تاني، التحولات الهجوميه بالنسبه لنادي الوحده والابتكار الحركي بالنسبه للوحده. يلعب على طول تاني الشحي، محطوطه من الشحي اماميه على طول تاني في اليسار بالنسبه لصالح نادي دبا. دبا يحاول على طول تاني يسيب خير التحضير للتصويب، تصويب ممتازه يا ولد يا ولد، جميله 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 جميله. كان هيبقى هدف عالمي، كان هيكون هدف عالمي. بص شوف الشوطه والتسديده ممتازه ممتازه، التحضير ثم التصويبه الجميله والعرضه العرضه العرضه ممتازه ممتازه ممتازه. كره حلوه قوي، لكن برضه اعتقد محمد الشمسي لمسها بالصوابع، لمسها بالصوابع بتاعته محمد الشمسي. ليله ممتازه بالنسبه لحراسه المرمى، برغم ان اللاعب فهد محمد دخل مرمى ثلاث اهداف لكن شال كرتين في منتهى الخطوره او ثلاث كرات في منتهى الخطوره. الشمس يطلع الكره ركنيه ويرد على طول ثاني فريق نادي دبا. يمشي عن طريق ادريس فتوحي، فريق نادي دبا عناصر لكن مش تيم، فريق نادي دبا عناصر لكن ليس لحد الان فريق بعد 64 دقيقه لعب. انطلاق على طول ثاني اماميه، لكن في خطا في خطا في خطا على الفريق الدبباوي. اهم حاجه تجمع اللعيبه العناصر دول تخليهم فريق في الكوره، العناصر دي ازاي تدخلها وازاي تدمجها وازاي تخليهم تيم كوره يبقى تيم جمالي جماعي. نتصل الفريق كله يبقى حاله جماليه جماعيه، موضوع كبير ومحتاج شغل ومحتاج جهد ومحتاج وقت ومحتاج صبر ومحتاج استراتيجيه بعيده. وادي التسديده القويه اللي كانت محتاجه جزء من التوفيق والحظ. الشمس الشمس محمد الشمسي يلعب على طول الكوره، خطيره جدا الكوره ديت، يحاول تاني على طول الوحده، الوحده لو لقى مساحات خطيره خطيره انطلاقه، لكن الكوره في الاخير في عبقل. انما الوضع اللي فيه نادي دبا ده يعمل ايه؟ هل يهاجم دلوقتي ولا حاله التيم مش كويسه يبتدي يامن دفاعاته تاني ويرجع ورا وما يخاطرش؟ يبتدي يرجع ورا تاني وما يخاطرش. انما درس كبير في اول 65 دقيقه لعب، ان خلي بالك الفرق اللي عارفه كفاءتها وقدراتها، يعني مش غلط ان انت ما تبداش هجومي امام تيم بقيمه نادي الوحده. نصر عبد الهادي وانذار، لاعب رقم 8 يحصل على انذار بعد انذار للاعب سالم سلطان. ترجع الكره الثانيه على طول الى احمد راشد مدافع الايسر، احمد راشد اسماعيل مطر يلعب الوحده الثانيه على طول. شوف الوحده الخطوط قريبه زي من بعضيها، اسماعيل مطر الهمزه بتاع الوصل الجميله بتاعت فريق نادي الوحده، الهمزه والغمزه. شوف لا 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 لا. يعني الحركات الجميله اللي بيلعبها بيها نادي الوحده. انطلاق مره اخرى تاني، انما واضح ان الوحده معاه مدرب، واضح الحقيقه ان الوحده معاه مدرب في انتشار اللعيبه في الاستراتيجيه والنهج الجميل اللي عاملينه، خطيره جدا في العمق. ديالو 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 يلا ديالو ديالو، جول ممتاز يا راجل. يا نهار ابيض يا ديالو، مش ممكن مش ممكن يا راجل، عاوز اشوفك وانت بتسجل يا ديالو. يا سلام على التمريره حلوه، تمريره حراريه، وديالو يخلق الفرصه واوبا، لكن يشوطها برجليه الثانيه، يشوطها برجليه الثانيه، منتهى سوء البخت طبعا. عاوز يلعب بالشمال لكن وضع جسمه التشريحي طبعا الى ركله مرمى. ديالو بدا اللاعب ديالو، هلا 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 ممكن يعمل خطوره اللاعب ديالو. ترجع الكره الثانيه على طول في الجانب الايمن، تحس انه ما شاء الله يعني اكس 5 بتجري، لكن الترجمه لسه، الترجمه لسه لسه الامور معطله لاشعار اخر الحقيقه بالنسبه لديالو. ترجع الكره الثانيه عن طريق ريم، شانج ريم يرجع الكره لحارس المرمى الشمسي،
الحارس محمد الشمسي. تمشي على طول الكره الثانيه ريم. ان شاء الله في لقاء بعد هذا اللقاء، لقاء السهره ولقاء الفي في اي بي، لقاء هيجمع نادي العين امام فريق نادي الوصل. طبعا مباراه كبيره ومباراه جميله، ان شاء الله نستمتع بها في اول كلاسيكو في دوري الخليج العربي في اليوم الثاني. تبدا الامور بدري وتبدا المباريات الحلوه بدري، ونبدا نكتشف الفرق ونشوف المدربين اشتغلوا مع بعض ازاي واشتغلوا مع فرقهم ازاي في فتره الاعداد. خلي بالك الانطباع الاول مهم، الانطباع الاول مهم، والدخله الاولى مهمه في كل حاجه، حتى فرق الكوره، حتى فرق الكوره. انطلاقه على طول ثانيه طويله، محاوله تسديده، لكن الشمس سهله عايزه عاليه شويه تروح لحارس المرمى محمد الشمس، تروح لمحمد الشمسي. كرات على طول تاني في نص الملعب، منتصف احداث الشوط الثاني، ولا زال التقدم لصالح نادي الوحده 3-0. كرات على طول تاني في نص الملعب، نادي الوحده انتشار انتشار انتشار، نموذج الانتشار. المدرب بتاع نادي الوحده عمل تيم جمالي، تيم جماعي لحد الان الحقيقه تقال، لحد الان الحقيقه تقال. لما متعة ان انت تشوف الوحده فرقه كبيره، فرقه قويه، فرقه تهدد اي فريق، وجميل ان انت تكتشف نادي الجزيره حامل اللقب والعين والوصل، تبقى المباريات دي كلها مع النصر مع شباب اهل دبي، كل ده تبقى مباراه قمه. عرضيه خطيره جدا ممتازه ديالو، اركب بقى ديالو، لكن تروح الكوره تاني على طول في نص ملعب الشحي، يستلم الشحي، شوف مجموعه اللعيبه بالنسبه للوحده كلهم بيرجعوا مع بعض ويروحوا مع بعض، يرجعوا مع بعض ويروحوا مع بعض، وفي السكند بول بتلاقيهم مع بعض، وفي الشق الدفاعي في الارتداد الهجومي لدبا على فريق نادي الوحده بتلاقي دايما زياده عدديه للعنابي على نادي دبا. الكلام ده كله طوال 70 دقيقه، استراتيجيه ونهج وشكل لعب وستايل اداء لا يتغير بالنسبه للعنابي. يعني العمليه مش صدفه، العمليه مش صدفه. تمشي على طول الكره تاني عن طريق توتشاك، توتشاك. شوف الجماهير، الجماهير نادي الوحده، يا سلام لو تزيد بقى. الدوري السنه دي مش ناقص حاجه يا جماعه، جوائز جميله وان شاء الله الجو هيتحسن الشهر الجاي. لعيبه كبار جدا جدا، انديه دمجت وهتبقى قوتها اقوى وحاجات حلوه جميله وملاعب جميله وشكل جميل وحاجه يعني فلالي، حاجه فلالي زي ما بنقول عندنا في مصر كده، يعني ما فيش حاجه بقى ناقصه تاني غير ان شاء الله المدرجات دي والملاعب دي كلها تكون مليانه، لان الحقيقه الدوري السنه دي فيه مجموعه ممتازه من اللعيبه الاجانب وفي انديه طبعا جميله، ودوله الامارات هتستقبل كاس العالم للانديه، والسنوات الجايه ايضا في بطولات قاريه، والرياضه جميله والشكل جميل والحضور في الملاعب جميله، تجيب اولادك وتجيب ابنائك والموضوع كله اكنك جاي سينما، جاي سينما. النهارده بنتفرج على سيباستيان تيجالي، يرجع لك اسماعيل مطر، علي مبخوت وعمر عبد الرحمن والاسماء الجميله اللي موجوده في الدوري على سبيل الذكر طبعا وليس الحصر، لان في مجموعه مش اقل من 50 60 لاعب هيمتعونا ويمتعونا هذا الموسم. اخر تلت ساعه لنهايه المباراه، تمشي عن طريق اللاعب جورجاك واحد منهم، اسماعيل مطر يا سلام، 7 في 8 8 في 7 يلعب على طول عرضية خطيرة جدا الرابع، يا سلام عليك يا فهد، سلام عليك يا فهد، والله يسلم عمار معاذ، يسلم مدرب الحراس هنا في نادي الوحدة. شوف الكرة، شوف الكرة، بص حارس المرمى، يا سلام يا سلام عليك، الثلاث جوال كمان. خلي بالك كإعداد نفسي حارس مرمى في ثلاث أهداف في مرماه ويعمل هذا الشغل الجميل، لازم ترفع له القبعة. شوف الكرات العرضية، المخرج بيجيب لك اللي عمله، يا سلام على المخرج كمان بيديله حقه، المخرج كمان يديله حقه. شوف التصويبة من اللاعب جوتشاك، وشوف حارس المرمى الحارس فهد محمد، فهد محمد. الامارات ان شاء الله في ايد امينه في حراسه المرمى في العريض، معانا فهد ومعانا ابو سنده ومعانا الشمسي وشامبي وجمال اسماعيل وعادل ابو بكر والرفاق، والقائمه طويله، بس العين اللي تشوفه العين اللي تختار. يمشي على طول الكره تاني في الجبل يسرى، محاوله تاني خطيره جدا، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا الله ما فيش حظ خالص للنادي دبا، كره الهدف التاني تضيع، فرصتين وتسديدتين بهدفين الحقيقه تقال، لكن النهارده حتى التوفيق وحتى الحظ تخلى عن فريق نادي دبا، ولو تحظ يعني لو تخلى عنك الحظ والتوفيق خلاص، لو تخلى عنك الحظ خلاص، يا حظ، فريق نادي دبا كورتين في العارضه مش ممكن، كورتين في العارضه مش ممكن، لكن في الكورتين كمان بيطير عليهم ويعمل دايفنج عليهم كويس محمد الشمسي. تمشي على طول الكره الثانيه طويله اماميه، وفي الاخير في اوف سايد وركله حره غير مباشره. مبسوط انا باداء حراس المرمى في هذه الليله برغم الثلاث اهداف اللي دخلوا مرماهم، التسديدات الجميله جدا، وادي الكوره وادي لحظه الاوف سايد. ممتاز المساعد الثاني، ممتاز ابو علي، ممتاز يا حسن يا ابو علي، حسن احمد الحمدي.
حسن احمد الحمادي المساعد الثاني اللي ماسك فراوده نادي الوحده في الافطايم الثانيه. السلام على سياو، يربط كويس اوفر لاب، تعمل في توقيته ثم العرضيه. ياسر سالم، اسرع من كده شويه يا راجل، اسرع من كده شويه يا ياسر. تروح الكره ثاني تشوتشاك، هيلعب الكرات الطويله، ثقه بالنفس. بص لعيبه الوحده، الراجل بيرفع رجله ويبين له، باين له هيلعب ايه على طول. ثاني مراد بتنا، مكسب كبير لنادي الوحده طبعا، ما فيش شك اطلاقا ان اداره نادي الوحده تعاقدت مع هذا النجم الكبير. تمشي على طول الكره تاني في جبل يسرى. تتكلم على الاداره دايما في نادي الوحده، لابد دايما تتذكر دائما وابدا يعني حاجه من الاسماء الجميله، عبد الله صالح. طبعا عبد الله صالح ده حاجه جميله 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 طبعا في نادي الوحده، وقيمه كبيره جدا جدا، ونموذج نموذج للاداره القويه، اداره اللي بتزرع في اللاعب حب البطوله، حب النادي، ولائه للنادي بقيمه نادي الوحده. ومثل هذه الاشياء مهمه جدا بالنسبه للعيبه بتاع الجيل الحالي، بالنسبه للجيل بتاع اللاعب الحالي. الجيل ده طبعا والاجيال يعني تغيرت عن زمان. كره على طول تاني طويله اماميه، تمشي كره تاني سهله لحارس المرمى. الاجيال تغيرت طبعا، الاجيال بتاع الثمانينات والتسعينات اللعيب كان ممكن يلعب 50 سنه في النادي بتاعه، ولو جاله عرض من الدنيا كلها ما كانش يسيب النادي بتاعه. اكبر دليل على هذا الكلام طبعا عدنان الطلياني النجم الكبير. تمشي على طول الكره تاني طويله اماميه، يلعب الكره في اليسار. تخيلوا حضراتكم عدنان الطلياني وفهد الخميس ومحسن مصبح والناس دي كلها لو جت اليومين دول يعني تلعب بكام، وعودها تكون بكام، وقيمتها تكون بكام، وشكلها التسويقي في المنطقه يكون بكام. شوف شوف الاسماء الكبيره في كل المناطق العربيه وفي كل البلدان العربيه، اسماء الكبيره اللي لعبت في الثمانينات والتسعينات وامتعت يعني وكحلت عيون العرب كره قدم جميله في كل حاجه، عرب افريقيا وعرب اسيا، عرب افريقيا وعرب اسيا. تمشي على طول الكره تاني في نص ملعب فريق نادي الوحده، اخر 17 دقيقة تحديدا على نهاية الشوط الاول، والوحدة يدي رسالة جميلة. احلى حاجة تبدأ كويس، احلى حاجة واهم حاجة في الدنيا دي الدخلة الاولى. نادي الوحدة يدخل الدخلة الاولى دخلة موفقة جدا من وجهة نظري بثلاث اهداف، والفوز لحد الان ليس فوز من وجه الصدفة، وانما فريق عنده شكل لعب وعنده ستايل لعب وعنده اسلوب لعب في هذه الليلة. واضح ان الشغل كان موجود ممتاز. يمشي على طول لما خطيره ممتازه، يلا ديالو، يوبا، هو ده بيطلع ما بيهموش، بيطلع وما بيهموش، بيطلع وما بيخافش خالص، ما بيخافش، ما عندوش حاجه، قلبه ميت، قلبه ميت، قلبه ميت، قلبه ميت. الشمس يطلع في توقيت ممتاز، يلعب دور الليبرو ويلعب دور فريد شوقي ويلعب دور البطوله ويلعب دور ادخن واحد في حراسه المرمى. يمشي كره ثانيه على طول في الامام، ممتاز عن طريق اسماعيل مطر، اسماعيل واحده بتوع زمان، ابو سمعه، ابو سمعه يميز، يميز، عاوز يسجل، عاوز يهدف، وحشته الاهداف، وحش وهز الشباك. واحد من اللعيبه اللي عندها حب من الطرفين في هذا المساء في الشبكه اليمين والشبكه الشمال. بص شوف اسماعيل مطر، يلا حبه كريز يا ولد، تصويبه من اسماعيل مطر لكن عاليه. شوف الترقيصه، شوف الترقيصه من الكابتن ومن كابتن نادي الوحده، من كابتن نادي الوحده. هو في المقام الاول عنده عضويه في الاخلاق الحميده، عنده عضويه في الاخلاق الحميده. شوف الكوره مش ممكن سياو، منتهى سوء البخت لنادي دبا، انما دبا في الافطايم الثاني احسن الحقيقه، دبا في الافطايم الثاني احسن، ودي كوره مش ممكن. وشوف منتهى الحظ بالنسبه للشمسي، لو عنده بخت طبعا سيء كانت خبطت فيه وكانت دخلت جول، لكن نادي دبا في الافطايم الثاني تخلى تماما عن الحظر الدفاعي في اول 3-4 دقائق، عوقب بالهدف الثالث، برغم ذلك جات له فرصتين في منتهى الخطوره منتهى القيمه. شوف الكوره، شوف اهداف المباراه، شوف اهداف المباراه، اللاعب تشوت جاك، وادي لحظه لعب الكوره واللاعب سيبستيان تيجالي، وعلى طول رده فعله واول اهداف المباراه. وهذه الكرات الجميله والتحركات الجميله والابتكار الحركي الجميل لمثلث هيكون خطير ومرعب لو لعب بنفس الشكل في دوري الخليج العربي. الوحده فريق عنده كل الامكانيات انه يحصل على لقب، الوحده عنده كل حاجه انه ممكن يحصل على لقب الحقيقه، عنده كل المقومات انه يفوز باللقب. شوف هنا الخطير جدا تجالي، كفايه ان معاك واحد زي ده، كفايه ان معاك واحد زي ده، محتاج تحت منه بلاي ميكر ولد اسيست ممتاز يشغله يشغله. وادي على طول التصويبه، اسماعيل مطر ما شاء الله رجع السنه دي، واضح انه اشتغل على نفسه كويس فتره الاعداد، النهارده كله بيعلن عن نفسه، النهارده كله بيعلن عن نفسه. وادي حارس المرمى فات، ممتازه فات، لك كل الاحترام يا ولد حتى على الثلاث اهداف اللي دخلوا مرماك، لكن شلت اهداف اخرى، لولا يقظه فهد محمد كان ممكن يكون مرمى نادي دبا في رقم غير رقم ثلاثه، في رقم غير رقم ثلاثه. هشارك الان خالد بوازير، ادي خالد بوازير اللاعب رقم 14 هشارك، وفي لاعب رقم 10 هشارك ايضا احمد راشد، احمد راشد النجم الكبير احمد راشد هيشارك الان، لاعب رقم 10.
إذن أحمد راشد يشارك الآن ويخرج هنا رقم 9 برضو مراد بتنا ويشارك اللاعب رقم 14 خالد بوزير. يخرج مراد بتنا ربع الساعة الأخير يلعب خالد بوزير. خروج مراد بتنا أعتقد أضاف إضافة كبيرة جدا في هذه الليلة. المدرب مبسوط منه سعيد منه وادي جماهير نادي الوحده. ايوه كده عاوزين زي امريكا الجنوبيه كله بيحط ايده ويتنطط كده والملاعب تتملي. والله دوري عظيم يا جماعه، كل حاجه في دوري الخليج العربي. الدوري الاماراتي فيه كل شيء جميل، الحياه نقل ومجموعه لعيبه اسماء انديه بتشتغل بشكل كبير جدا. حضور الجماهيري ده هيعلي جدا المنتخبات الوطنيه الاماراتيه، هيعلي جدا المنتخب الاول. اللاعب يلاقي حواليه حضور جماهيري اضافه كبيره جدا جدا. كل واحد عنده مسؤوليه، بيحب الرياضه، عايز منتخب بلده كويس، عايز فريقه كويس، لابد يحضر الملعب. يعني ملاعب جميله، خمس نجوم، حضور جميل، وما بتتعبش، بتستمتع، بتتمتع، بتبعد وتدخل اولادك في الشق الرياضي. اضافات كويسه جدا جدا لابد نعرفها طبعا ونستمتع بيها. الدوري الانجليزي من الدقيقه الاولى، من الدقيقه الاولى الملاعب بتبقى مليانه، والدوري الالماني وما شابه. وده طبعا الحضور الجماهيري ده بيضيف اضافات كبيره. تخيل حضرتك كده ادخل مباراه في اوروبا تتلعب بدون حضور جماهيري، ملهاش طعم اطلاق. الجمهور هو النمبر 1 لكره القدم، وهو الروح، وهو الغذاء، وهو الحاجه الحلوه في ملاعب الكوره. بيدي مشاعر اخرى بالنسبه للاعيب الكوره، بيدي مشاعر اخرى بالنسبه للاعب كره القدم. شوف الاهات دي، شوف الاغاني دي، شوف الاهازيج دي، وشوف الدعم بالنسبه للاعيب نادي الوحده والانبساط اللي فيه الاداء بالنسبه للوحده. شوف كم لعيب نادي الوحده في الدقيقه 78 في الشق الدفاعي برغم حراره المباراه. تمشي على طول الكره الثانيه عن طريق ياسين بخيط والعرضيه خطيره لديالو، لكن يطلع الدفاع الوحداوي. 35 دقيقه لعب، 35 دقيقه لعب. مباراه جميله من جانب نادي الوحده، وتطور اداء فريق نادي دبا الحقيقه تقال في الشوط الثاني من عمر المباراه. جات له فرصتين، ولولا تالق العارضه مع نادي الوحده كان ممكن يكون هناك هدفين في مرمى نادي الوحده. على طول الكره الطويله الاماميه الثانيه عن طريق سياو. بص اسماعيل مطر راجع فين. لا لا لا، اسماعيل مطر عاوز يقول حاجه، اسماعيل مطر عاوز يقول حاجه السنه دي، عاوز يقول حاجه السنه دي. واحلى حاجه في الدنيا ان انت يبقى ليك دور في التيم بتاعك. سلطان الغفري، ادي سلطان الغفري ممتاز يا ابو السلاطين. سلطان الغفري يعمل فنت كده، ادي سلطان الغفري، ادي سلطان لعيب طبعا يعني بيسموه هو يعني بيعمل من اجل خدمه الفريق. لكن دايما اللي يحس بسلطان الغفري ومجموعه لعيبه الارتكاز دول المدربين، مدربين دايما يعرفوا قيمه واحد زي سلطان الغفري لما يكون فورمه، ولما يكون دايما يقطع الكرات ويلعب دور كبير في افساد معظم الهجمات بالنسبه لفريق الفرق المنافسه الوحده. يلعب على طول الشمس، الشمس شوف لعب الكره بالقدم اليسرى، الشمس القدم اليمنى والقدم اليسرى. ومحمد فادي، محمد عجبني جدا تلحق راس مرمى عشان صغر سنهم، باصه جميله في الاوفسايد. تجال الخطير، تجال الخطير يا ولد، عاوز يلعبها هناك بوجه القدم الخارجي مع جون جاك. واضح انهم متفاهمين ما شاء الله الثلاثه اللي قدام. تمشي على طول الكره الثانيه عن طريق احمد راشد، احمد راشد يلعب على طول الكره الثانيه في اليسار، لمسه ثانيه على طول 3-0 النادي الوحده. يلعب الكره عن طريق سياو، دخل لجوه سياو، يطلع الزائر الايمن ياسر سالم. ياسر سالم لازم باولو كاميني يتكلم مع اللعيبه على سرعه الاداء. السرعه في بطء شديد النهارده لنادي دبا، في بطء شديد النهارده لنادي دبا. هي دي المشكله الكبيره في التايم الاول وفي التايم الثاني، اللعيبه بعيده عن بعض، لاعب بياخد وقت طويل جدا والعمليه بتتحسب بجزء من الثانيه. اسماعيل مطر بص غير اتجاه اللعب ازاي يا ولد، يا ولد يا ولد. اسماعيل مطر لعيب جدا ما شاء الله عليه، ابو رجل فلي ده، ابو رجل فلي وحبه كريز وحاجه 100 100. طب عنده كل الالقاب ممكن ياخدها، ما فيش مشكله. وفي المقام الاول اهم لقب طبعا هو صاحب الاخلاق الرفيعه. تمشي على طول الكره ثاني في اليسار بالنسبه للاعب شانج واوري الشمسي، محمد الشمسي
يلعب الكرة على طول عالية بعيد الشمسي، يمشي عن طريق اسماعيل ما تلعب بالدماغ، يا نهار ابيض مش ممكن مساحات. تشوت جاك خطير، تشوت جاك خطير خطير خطير. تيجالي بيظبط اوف سايد، تيجالي بيظبط اوف سايد، بيأجل بيأجل بيأجل. الشرح يميز الرابع الرابع الرابع. الله على نادي الوحدة، الله الله على خالد بوازير، الله ياخذ كل الألقاب خالد بوازير. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الرابع للوحدة. لو فتحت واديت مساحات واديت زمن، اديت عاملين مهمين في الكورة لنادي الوحدة. بص شوف التمييز، بص شوف يعني ان انت مش عاوز انت تسجل، تسيب خالد بوازير يسجل الشح والكرات الجميله والهدف الرابع. يا الله يا الله على التمركز. ادي الراسيه، ادي الراسيه ولحظه لعب الكوره والمساعد حسن ابو علي في الجبهه اليمنى، وانطلاقه سريعه جوت جاك. جوت جاك مش ممكن، مترو لندن مترو لندن مترو لندن. وعلى طول الشح يفوت الكوره، تمشي الكوره لخالد بوازير، هو اتجاه اللعبه افضل واحسن. بص شوف الشح بيجري وكانه بيعمل سيميليشن او تمثيل جميل للشحي. الله الله على نادي الوحدة. بص شوف العنابي، أصحاب السعادة، هل ممكن يكون مؤشر جميل طويل المدى هذا الموسم أداء نادي الوحدة، أم ممكن تكون مباراة والسلام؟ اتنطط افرح واتبسط، اتنطط وافرح واتبسط، معاك فريق جميل مع أول 82 دقيقة في الموسم. الوحدة 4 ونادي دبا لا شيء. سند علي ويخرج اللاعب ديالو، إذا سند علي الشركي لأن اللاعب رقم 4 المدرب باولو كاميلي اللي تخلى عن الحذر وتخلى عن الخوف وغير الفريق وادى مهام اخرى في الشوط الثاني، دفع الثمن بالاربعه امام فريق نادي الوحده. وما ننساش ان التخلى عن الحذر الدفاعي وصل نادي دبا وخلاه هدد مرتين مرمى هذا الحارس محمد الشمسي، ولولا العرضه الحيه اللي لبست قميص نادي الوحده وكان العرضه بقى لها 20 سنه بتلعب مع الفريق. مش ممكن فرصتين بهدفين يضيعوا من نادي دبا. ونادي الوحدة لما خلق مساحات وجات له مساحات حتى البدلاء سجلوا، اخرهم اللاعب خالد بوازير. لما اشوف الشحي لما جري على الكوره، شوف شوف لاعيبه نادي الوحدة ممتازين ممتازين. يرجع الكره تاني على طول في الخلف، كرات اماميه. 83 دقيقه لعب، ملعب تاريخي هذا الملعب بالنسبه للوحدة، والتاريخ كان دايما في كل مراحله يكتب رقم الذهب. الشمس على طول يلعب الباص، الشمس ثقه بالنفس ممتازه من كل كيبر، لكن كان ممكن يبقى فيها مشاكل. يلعب على طول تاني الدفاع، نص الملعب ممتازه في خطا وركله حره مباشره، كله متالق النهارده. سلطان الغفري المعلم ده بتاع نص الملعب، ده المعلم بتاع نص الملعب والعمده الجديد بتاع العنابي. يا سلام على البساطه والسهوله، خطير جدا. يا الله خالد بوازير، العرضيه وحشه خالد، وحشه من خالد بوازير. لما اشوف تبادل الادوار يا جماعه، تبادل الادوار، شوف نادي الوحده ما فيش التزام عند لعيب، تحس ان خالد بوازير نزل نفس الادوار اللي بيعملها تشوت جاك ونفس الادوار اللي بيعملها لا عمل معاش الكوره. شح في اليسار والعرضيه، يدور على الباصه لكن يقطع تاني، ممتاز المدافع هايل سعيد محمد. تعب 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 نتيجه المثلث الخطير اللي لعب عليه، بذل مجهود كبير جدا خالد بوازير والهدف الرابع. تمشي على طول الكره تاني عن طريق البخيت اللي اداؤه ومردوده في الاوف تايم الثاني اقل كثير من الشوط الاول. تمشي على طول الكره الثانيه بالنسبه لصالح نادي دبا. 4 دقائق اخيره اصدقاء المشاهدين على نهايه الشوط الثاني والمباراه. يميز عليها محمد الشمسي وياخذ الكره الى ركله مرمى، ركله مرمى باولو كاميلي. مباراه الحسابات المبكره، مباراه الاستفاده في حسابات مبكره، كيفيه التعامل مع المباراه مع المباريات القادمه بالنسبه لنادي دبا وبالنسبه لكل العاشقين والمحبين لهذا المساء. جاب سياو وجاب الحسن ديالو وجاب علي سعيد السعدي، علي السعدي، وجاب نصر عبد الهادي والحمادي والظنحاني وعبد الله ناصر وحميد الماس. دي المجموعه اللي جت السنه دي، ومرياس ولعب واندرلي والظنحاني علي محمد ظنحاني وعمر الخديم وابراهيم عبد الله وحمدان قاسم ومحمد ناصر وبدر الحرثي وخالد يوسف. مجموعه من لعيبه غدرت الفريق، ومجموعه اخرى وصلت الى النادي وصلت الى الفريق. إذن النهارده ما قدرش لا المنقذ ولا قدر نادي دبا الفجيره. الابحار الناجح كان يبحث في هذا المساء. الفريق اللي تاسس عام 1976 تاريخ هذا النادي الكبير، عراقه في تاريخ النادي، عراقه في تاريخ دبا الفجيره. رئيس النادي احمد سعيد الظنحاني، كره على طول تاني اماميه طويله، كرات على طول تاني وانطلاقه، محاوله تاني في الجبهه اليسرى، انطلاقه تشوت جاك، تشوت جاك خطير، تشوت جاك والعرضيه، لكن يطلع الدفاع تاني، يطلع الدفاع تاني.
شوف المحاولات من الدقائق الأولى في الأفطايم الثاني، محاولات كلها هجومية، يبحث الفريق على أداء هجومي. لاعب البرازيلي سياو مصدر القوة النهاردة لم يظهر حقيقة في هذه الليلة، لم يظهر سياو ولم يظهر اللاعب ديالو، بينما في الأفطايم الثاني تطور أداء فريق نادي ديبا هجوميا كان ملاحظ من انطلاقة الأفطايم الثاني. إسماعيل مطر، هذه إسماعيل مطر، اعتذار هنا على طول من اللاعب رقم 9 أحمد محمد. جورج جاك، جورج جاك، الجماهير بتنادي عليه، تجالي اوريدي كده بيحبوه جدا طبعا. والنهارده مراد باتنا مكسب كبير، تمشي عن طريق الشحي محمد ابو حميد، شحي راشد، راشد يلعب على طول، احمد راشد، شحي 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 والمهاره، 2-1 الشحي، اجل يلعب مع الباك ليفت، عاوز ركنيه دلوقتي، تمشي كره ثاني راشد، كره سباسي راشد، الكره سباسي يخش لجوه، راشد خطيره، راشد خطيره، يلعب لبره، جود جاك، شوف الجمهور بيشجعه، مش اوف سايد، مش اوف سايد، في مدافع مغطي، مغطي ولد يا ولد على التميس يا معلم، ضحك عليه، ضحك عليه وحط له الكره على يمين رجليه، يا ولد يا ولد يا شحي يا كبير، يا شحي يا كبير، 5-1، 5 في وش العدو، يضرب الوحده نادي دبا الفجيره، والهدف الخامس عن طريق الشحي. مش ممكن تمسك لعيبه، لعيبه زئبقيين يا جماعه، شحي زئبقي واسماعيل مطر زئبقي وجود جاك وتيجالي، لما شوف روعه الكوره، شوف الهدف الخامس في مرمى الحارس فهد محمد. بقول لك بص بص بدون اوفسايد، بص الراجل واقف ازاي، خلاص الراجل تعب، راجل مدافع اللي في القلب ده تعب، مش ممكن، كارثه اللي ضربهم المدافع الاخير. وبص شوف الشحي يا ولد، لعيب يميز الشحي، وادي الباصه الجميله، والمدافع ضارب دفاعات فريق نادي دبا، وادي الكوره من مكان صعب، لعيب كوره محمد الشحي حريف، انما شوف الباصه عامله ازاي، شوف الباصه عامله ازاي. فريق نادي دبا عنده مشاكل كتيره، خصوصا في التمركز الدفاعي يا شباب، خصوصا في التمركز الدفاعي يا شباب. هدف جميل جدا، الحق نفسك يا كميلي، الحق نفسك يا باولو، لان خلاص البطوله من البدايه من الدقيقه الاولى لازم تشتغل بشكل كويس، ولازم ما تحطش نفسك في حسبه البرمه في الامطار الاخيره في الراوند الثاني، لابد العمل من الان، لابد العمل من الان. مباراه راحت والسلام، لكن هناك مشاكل على فريق نادي دبا، في فريق نادي دبا هناك عناصر، لكن لا يوجد فريق، لا يوجد فريق جماعي، لابد المدرب باولو كميلي يعمل عليه التوظيف بتاع العناصر، في عناصر موجوده خطيره. يا نهار ابيض مش ممكن، يا نهار ابيض مش ممكن، ايه لعيبه الوحده دي بيلعبوا الكره بايديهم، ممتازه جدا، عرضيه خطيره ممتازه، ولكن يطلع دفاع، في لياقه بدنيه قلت، وفي تمركز دفاعي خاطئ، وفي عدم رقابه، وفي عدم يعني ضغط على لاعبي نادي الوحده، لذلك الهدف الخامس ياتي في هذه المباراه. خطا على طول ثاني وركله حره مباشره، والخطا على اسماعيل مطر، احد اهم مكاسب هذه الليله هو اسماعيل مطر. نزل اسماعيل مطر الوزن بتاعه، نزل اسماعيل مطر الوزن بتاعه، مش قرب قوي من الشحي، الشحي ده فراشه، الشحي ده فراشه، فراشه اسماعيل مطر، عاوز يعني شويه كمان ويقرب من الشحي، يعني الحمد لله كده، الحمد لله. فتره من الفترات كان الوزن زاد شويه، والمعدل البدني كان دايما يؤرق اسماعيل مطر، انما مكسب كبير النهارده. اسماعيل مطر هيلعب 94 دقيقه ما شاء الله، مكسب. خلي بالك المعلقين بالذات يحبوا اللعيبه الحريفه الكبار، هم اللعيبه اللي بيمتعوا الدنيا كلها، يمتعوا الدنيا كلها. تمشي على طول اسماعيل مطر تاني، اسماعيل مطر، اسماعيل بص يلعب الباص ازاي، بص يلعب الباص ازاي بوجه القدم الخارجي، وده على طول تحرك جورج جاك. اجمل حاجه في نادي الوحده النهارده انه ادانا درس كبير في التحرك بدون كوره، النهارده نادي الوحده ادانا درس كبير في التحرك بدون كوره، والسداسي الامامي سداسي خطير. هل الوحده يظل على نفس هذا الاداء والمنوال، ويكون طبعا صعب لقاءه امام اي فريق؟ تصويبه ممتازه، لكن الشمسي، الشمس محمد الشمس، خدها مني بضمان عصام عبده، الولد ده ربنا يحفظه ان شاء الله من شر كل حاجه، من كل حاجه، من شر حاسد اذا حسد، ومن شر نفسه، ومن شر الاصابه، ومن شر الطريق، ومن شر كل حاجه، يكون الحارس نمبر 1 ان شاء الله لمنتخب الامارات الاول، يكون النمبر 1 لمنتخب الامارات الاول، يكون بقى بعد الاسماء الكبيره اللي بتاعها يعني بتتحمل الان العرين، مع اسماء ان شاء الله تكون اضافه كبيره، لاعب محمد ابو سنده بتاع العين، واحمد شامبي، وجمال اسماعيل، وعادل ابو بكر، والولاد الصغيرين كلهم الجمال اللي هم فوق 95 او تحت 95، وانت طالع وانت نازل، وانت طالع وانت نازل، السنوات الجايه ان شاء الله بتنتظرهم، ودوام الحال من المحال،
وصعب جدا الموضوع كله يفضل معاك عمر كبير. هي كده حال الدنيا، النهارده معاك وبكره مش معاك، تمشي على طول الكره مع نادي دبا وتكون معاه. ينطلق دبا، ينطلق دبا في الجبهه اليمنى الثاني عن طريق سياو. سياو الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع، ونادي الوحده يضرب بالخمسه في هذا المساء. الوحده يبدا الموسم بخمسه في مرمى دبا. نادي سياو انتظرت منك الكثير يا برازيلي، انتظرت منك الكثير يا برازيلي. الولد البرازيلي سياو لم يقدم شيء في هذه الليله. عاد اللاعب سياو، والله ما زلت اقول نادي دبا عنده عناصر يا ديالو، عنده عناصر، عنده مجموعه اسماء تملك خبرات كبيره، لكن المجموعه دي كلها لسه ما انصهرتش في فريق الشمس. ثقه ايه مش ممكن الولد ده، لازم يخلي باله برضه. خلي بالك الموضوع لما يزيد عن حده يتقلب ضده، لكن هو يحب يطلع من المرمى كتير، يحب يستلم الكره تحت رجله كتير، ومتاثر بقى بحراس مرمى كتير على مستوى العالم. تمشي على طول الكره تاني طويله اماميه، والحقيقه كل احترام لفادي محمد الضنحاني جول كيبر برغم الخمس اهداف اللي دخلوا مرماه. تمشي الشمس وهدف الاول، الهدف الاول وسياو، سياو اوف سايد اعتقد. شوف الحكم ادى اوف سايد على سياو، يقول للمساعد، ادي المساعد على طول، السماعات والتليفون والدنيا شغاله. لحظه لعب الكوره سياو نفس المكان سبحان الله بتاع الشوط الاول بتاع الهدف، لكن فعلا سياو في وضعيه اوف سايد، وتيجالي ما كانش تسلل في الهدف اللي سجله فريق نادي الوحده في الشوط الاول. لحظه لعب الكوره كل الكلام ده عليه. سياو انذار لسياو، اعتراض من سياو. جوسيل فريرا لاعب المشهور باسم سياو، ادي اللاعب جوسيل فريرا اللي بيحصل على انذار في اخر دقيقه. وادي المساعد الاول، المساعد مروان عبد الرحمن، مروان عبد الرحمن هو الحكم الرابع خالد ناجم، ومقيم الحكام لهذا اللقاء واحد من تريد مارك التحكيم الاماراتي علي مخلوف اللي تواجد كحكم مقيم لحكام اللقاء. تمشي على طول الكره الثانيه طويله اماميه، واتفقنا ان في بدايه الموسم لابد ما نكونش قاسيين على حكام اللقاء. الهدف الاساسي كلنا السنه دي نشتغل على تقليل الاخطاء، تقليل الاخطاء. ممتازه على طول ثاني كره طويله اماميه، محاوله راسيه ممتازه عن طريق حارس المرمى. يا ريت الفقرات التحليليه التحكيميه اللعيبه وكل اللي بيشتغلوا في الكوره يتفرجوا عليها، لان حالات الحياه مؤثره جدا وبستفيد منها، ولابد يكون في التقاء ما بين الحكام ومجموعه اللعيبه مع فترات الاعداد. مباراه حلوه جدا، مباراه جميله، مباراه للتاريخ، التاريخ في سبع المباريات يثبت ان التاريخ كله لصالح العنابي. اجمل واحلى حاجه في المباراه نستمتع بخمس اهداف جميله في نهايه الجيم، يعني تفوق نادي الوحده ويدي رساله جميله جميله مع بدايه البطوله بخمس اهداف في مرمى نادي دبا. هارد لك لنادي دبا، مبروك للعنابي، لاصحاب السعاده. مجموعه الاهداف، شكل الاهداف، قيمه الاهداف، اسلوب نادي الوحده الجديد اللي تم توظيفه، ومن اهم مكاسب هذا المساء هو عوده النجم الكبير وحبه الكريزي اسماعيل مطر. هذه اجمل واحلى تحيات عصام عبده، ألتقي وإياكم إن شاء الله في مواعيد قادمة أخرى عبر أبو ظبي الرياضية. لكم كل التحية والاحترام والتقدير، إلى اللقاء. دوري الخليج العربي برعاية طيران الإمارات. لحظات وتبدأ المباراة. ما رأيك بعصير منعش سيدي؟ وواي فاي مجانا مع أكثر من 2500 قناة ترفيهية بما فيها أحداث رياضية حية ووجبة من أربعة أطباق وواي فاي مجانا. نحن دائما في خدمتكم في الدرجة السياحية على طيران الإمارات.